أهلا بكم. عمل الاحتلال الأمريكي ما بعد العام 2003 على خلق حالة من التخويف والترهيب عبر تأجيج الفتنة الطائفية في المناطق المختلطة اجتماعيا، ومنها حزام بغداد، والترويج أن هذا الحزام هو منطلق ما يسمى بالعمليات الإرهابية التي تستهدف العاصمة بغداد. تعرضت مناطق حزام بغداد لحملات عسكرية وأمنية مستمرة وتجريف لمزارعها وبساتينها، كما كانت هذه المناطق هدفا دائما للتغيير الديموغرافي المنظم والذي قامت به الأحزاب الحاكمة وميليشياتها الطائفية. استمرار استهداف حزام بغداد أمنيا وطائفيا هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لما تولي القوى الطائفية وميليشياتها كل هذه الأهمية الأمنية لمناطق حزام بغداد؟ وما هي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية لحزام بغداد؟ ولماذا تستقتل الأحزاب الطائفية على التغيير الديموغرافي لمناطق حزام بغداد منذ العام 2003 وحتى اليوم؟ وهل فعلا تتحين الميليشيات الطائفية الفرص لتعميم نموذج جرف الصخر على كل مناطق حزام بغداد؟ وأين سيقود التعامل الأمني الطائفي العراق كما هو جار مع حزام بغداد وسكانه من العرب السنة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، إياد الدليمي. للوهلة الأولى يظن المتابع أن ما تقوم به الميليشيات من إجرام ضد العراقيين هو عمل عبثي هدفه النفوذ السياسي والأمني وتحصيل الأموال، ولكن عند مراقبة خارطة التحرك الميليشياوي والأساليب المتبعة ضد العراقيين يتبين للمتابع أن هذه الميليشيات أوجدت أساساً لأهداف محددة وفق خطة ممنهجة هندستها إيران لضمان بقاء العراق تحت سيطرتها. أساس هذا المشروع الإيراني مبني على قواعد طائفية تعتمد التغيير الديموغرافي منطلقاً لعمل الميليشيات، إضافة إلى استهداف أكثر المناطق التي شهدت مقاومة مسلحة للاحتلال الأمريكي والإمعان في التنكيل بأهلها الذين نالوا شرف الدفاع عن وطنهم ضد المحتل الغاصب. حزام بغداد ببعده الاستراتيجي والمجتمعي وضع تحت مجهر المشروع الإيراني منذ احتلال العراق عام 2003، وبأدوات إيران في العراق صارت تستهدف مناطق حزام بغداد بأسلوب ناعم وخفي بادئ الأمر، لكن ما لبث أن أصبح علنيا وبطريقة طائفية واضحة بعد عام 2014، حينما أصبحت الميليشيات هي السلطة العليا في الدولة وبدأت تنفذ حملات دهم واعتقال يومية ضد أهالي مناطق محيط بغداد، مستخدمة مختلف الذرائع ومختلقة كافة الحجج لنصب الحواجز والسيطرات في هذه المناطق وإرهاب الأهالي وتخويفهم بغية تهجيرهم. ما يحدث اليوم في قضاء الطارمية دليل واضح على خطة ممنهجة لتهجير أهالي القضاء وتحويله إلى جرف صخر ثان، من حيث الهدف والأسلوب والطريقة المتبعة تزامناً مع حملة إعلامية تحريضية يشنها ذباب الميليشيات الإلكتروني ضد قضاء الطارمية. الطارمية ليست إلا نموذجاً واحداً من عشرات المناطق والأقضية المحيطة ببغداد والتي تعاني الأمر ذاته، مرة بمصادرة الأراضي ومرة بتكثيف سيطرات الميليشيات ومستودعات الأسلحة والذخيرة، وكل ذلك يحصل بتواطؤ وصمت حكومي لا تبرره وتفسره إلا حقيقة انتماء المسؤولين الحكوميين كما زعماء الميليشيات إلى مشروع إيران الذي يهدف إلى تفتيت بنية العراق وتدمير نسيجه الاجتماعي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في استمرار استهداف مناطق بغداد أمنيا وطائفيا. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الأستاذ إياد الدليمي، الكاتب الصحفي العراقي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، حزام بغداد من 2003 إلى اليوم الميليشيات والأحزاب، يعني قوى السلطة الطائفية توليه اهتمام كبير جدا، ولذلك تعرض وكان عرضة للاستهداف، للاضطهاد، للحملات الأمنية، اعتقال واستهداف حتى اقتصادي، مزارع تجريف ويعني ردم أحواض الأسماك. لماذا هذه الأهمية؟ لماذا يشكل هاجس أمني طائفي في عقل قوى السلطة الموجودة الآن في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يعني الآن نتحدث عن حزام بغداد بعد 17 سنة وكنا نتحدث عنها ربما في العام الأول. القضية تتعلق بفكرة النظام، بالفكر الفلسفي للنظام الذي أسس. أسس على أساس مثل ما قال السيد بول بريمر، أقلية وأكثرية من البداية. لذلك قال أنا قالوا لي أن الشيعة 60% وأن السنة يشكلون 19% والكراد، هكذا تحدث. وبالتالي عندما سئل من لك هذه الأرقام، من أين جئت بهذا الأرقام، قال هم أعطوني إياها. لكن هي الحقيقة هم فلسفة الحكم هذا اللي جاء بعد الاحتلال يريد أن يخلق مشكلة موجودة في العراق، وبسبب هذه المشكلة تتفاقم فوضات وتتفاقم مشكلات وتلد مشكلات وتلد أزمات ويبقى العراق في فوضى كبيرة. القوى الحاكمة في العملية السياسية يعني وجدت في هذا التصرف ما يفيدها، ما يخدمها. فبالتالي هناك أقلية وهناك أكثرية، وهناك أقلية يجب أن تتوافق مع الأكثرية وتخدمها وليس لها الحق أن تحكم. وبالتالي حتى يثبت هذا النظام بدأ العمل داخل المدن لتهجير، نتحدث بلغة الآن بعد 17 سنة لا يجوز أن نتحدث بلغة مايعة تشبيهات. بدأت فعليا عمليا إجراءات لإحلال قضية الأكثرية لتثبيتها على الأرض. بتثبيتها على الأرض يجب أن تطرد ما يسمونه الأقلية، يجب أن تقضي على الأقلية، هكذا بالفكر الطائفي هكذا. فبدأت عمليات تهجير وقتل واعتقالات وتغيير ديموغرافي في كثير من المدن، بدءا من البصرة والعمارة واستمرارا إلى بغداد. هذه العمليات جرت بشكل هائل جدا، وكنا نشاهد الجثث وكنا نشاهد التهجير وكنا ولا الآن من تتحدث لي تقول لي خارج العراق 10 ملايين عراقي، مين هذول؟ مين جاءوا يعني؟ من أين خرجوا هؤلاء من عمل 2003 لحد الآن؟ من هذه المدن، خرجوا من هذه المدن. فبالتالي عندما تسيطر على داخل المدينة أنت لديك أيضا فكر هذا الحزام مقتربات المدينة يجب أن تؤمن هذه الأكثرية وتؤمن هذا الحكم. هذا الفكر، الفكر الطائفي، الفكر المخرب، الفكر الذي لا يعتمد على أن المواطن والوطن والمواطنة هي الأساس وأن الجميع هم أولاد الوطن والكل يخدم. وأنت تأتي إلى حزام بغداد، حزام بغداد أساساً في ظل سياسة اقتصادية أيضاً مثل السياسة العامة تابعة لها وسياسة اجتماعية مخربة، تريد أن تجعل من العراق مستهلك. فبالتالي هذا الحزام، حزام بغداد، هذا حزام كان يزود بغداد بكل منتجات الزراعية. دكتور بس اسمح لي قبل أن ننتقل إلى أهمية هذا الحزام اقتصادياً أو زراعياً. ما هي من أهميته تكمن؟ نقطة. ذكرت أنه هذه قوى السلطة تريد تأمين الأكثرية، الأكثرية طبعاً الطائفية بشكل أوضح الشيعة في بغداد ومحاربة سكان بغداد، حزام بغداد اللي هم أكثرية من السنة. مثل هذا الطرح الآن يجد آذان مصغية من هذه الأكثرية بعد ثورة تشرين، واتضح أنه هذه الميليشيات يتساوى فيها الشيعي والسني عندما يكون هناك خطر يتهددها مقتل ألف. هذا بعد ثورة تشرين، نعم الصورة تغيرت. نعم. والشعب بالوعي يعني مناسيب الوعي ارتفعت وظهرت أن الناس فهمت القضية بشكل واضح جدا جدا. وآخرها يعني حتى عندما يعني حدث ثورة تشرين كيف واجهوهم وهم كانوا يعتبرونهم حاضنتهم، كانوا يعتبرونهم خزانهم. اتضح أنهم ليست حماة الأكثرية، لا أبدا، ما يسمى بالأكثرية بين قوسين. وبالتالي انكشفت الحقائق، وإذا بكل هذه المدن التي كانوا يدعون أنها يعني خزانهم كيف حالها من سيء إلى أسوأ. عموما فجاءوا إلى حزام بغداد، وحزام بغداد يعني ممكن تصوره بالشكل الدائري أو شكل شمالي وجنوبي وشرقي وغربي، بل هو دائري حتى. نعم. لو تصورت بها، فهم بدأوا في المدائن. نعم. بدأت من عام 2003 وبدأت في اللطيفية وفي هور رجب وغيرها وباتجاه أبو غريب وباتجاه إلى الطارمية والعظيم. نعم. كل هذه المناطق يجب تجريفها من السكان. نعم. مو تجريفها فقط، في البداية كانت منعهم عن الزراعة، اعتقال بعض الفلاحين،
تعطيل تخريب أحواض الأسماك، تعطيل بعض المصانع الكثيرة، بالتالي هذه السلة الغذائية التي كانت تزود بغداد والمناطق، وهي هذه كلها الأقضية تابعة إلى بغداد، هي جزء من بغداد لكن يسمى حزام بغداد، 6 أقضية. فبالتالي وصلوا أهل هذه المناطق إلى أن الحياة يعني استمرار الحياة تجد أمامها عقبات كبيرة جدا جدا. فعلي إذا أردت أن تعيش وتحافظ على أولادك يجب أن تبتعد عن هذه المنطقة، لأنه هذه المنطقة اتهموها بالإرهاب، اتهموها ب... يجب تأمين هذه المناطق وجعلها مثل ما في المعارك، تعاملوا مع العراقيين كأنهم أعداء وأرض حرام محرمة محروقة. فبالتالي حزام بغداد في نظرهم أرض محروقة، يجب أن تكون أرض محروقة وأرض خالية من السكان. لذلك آخر مقال ظهر يدعو لهذه القضية ودعوات جعل الطارمية خالية من السكان وتعميم نموذج جرف الصخر. نعم. سنتحدث عنه. أستاذ أياد دليمي في الدوحة، قضية حزام بغداد، السلطة وأي سلطة في العالم من حقها أن تبحث عن عوامل أو بيئة أمنية سواء في العاصمة أو غير العاصمة. قضية حزام بغداد فقط قضية أمنية لكن فيها قسوة، أم القضية تحمل أبعاد أخرى طائفية ربما أيضا متعلقة بالخارج أكثر من الداخل؟ ونستحضر أيضا ما قال أياد علاوي عن جرف الصخر عندما فاتح قوى السلطة، قيل له القضية عند إيران، راحوا على إيران قالوا أنهم كوثراني حزب الله، وهكذا الملف مفاتيح بيد الخارج. حزام بغداد هكذا؟ تحياتي لك أستاذ باجد ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلاً وسهلاً. يعني أعتقد أن القصة يعني لم تعد خافية على أحد، موضوع حزام بغداد هو ليس موضوع أمني كما يقال أو كما تسعى بعض يعني أصوات السلطة أو أصوات الميليشيات لترويجه، وإلا كان الأولى أن يجرفوا مثلاً أو يهجروا منطقة الكرادة التي تنطلق منها بشكل شبه يومي ربما الكثير من صواريخ الكاتيوشا نحو المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية. بالتالي أعتقد أن الموضوع موضوع حزام بغداد والطارمية تحديدا. أستاذ إياد ما يخالف، في الكرادة وتجريفها لحد الآن الفاعل مجهول، هذا طرف ثالث تقول السلطة، يعني ومن هو الفاعل في منطقة الطارمية مثلا؟ هل الفاعل معلوم مثلا؟ نعم. إن كان معلوما لماذا لا يمسكوا به؟ العملية الأخيرة التي حصلت ضد آمر لواء 59، عملية قنص وربما حتى عملية قنص كانت من مكان قريب، الأدلة تشير إلى أن العملية ربما كانت من يعني فعل فاعل يعرف مكان ذهابه وخروجه، وبالتالي كانت أصابع الاتهام تشير إلى الميليشيات بشكل واضح. يعني أعتقد أن ملف يعني حزام بغداد هو ملف لم يعد يعني خافيا على أحد، الكل يعرف أن هناك إرادة، ربما حتى يعني سلطة الحكومة الحالية وربما حتى سلطة الحكومة التي قبلها يعني لم تكن ترغب بهذا الاتجاه، ولكنها يعني تدرك في لحظة معينة أنها بلا حول ولا قوة أمام سطوة وسلطة هذه الميليشيات. شاهدنا بعد يعني ما جرى في الطارمية قبل ما يقارب 10 أيام أن السيد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومن قبله بساعات ذهب قاسم الأعرج بالاستشارة الوطني إلى الطارمية وتحدث بكلام طيب وتحدثنا بشكل إيجابي عن هذه الزيارة، لكن السؤال ما الذي جرى بعد ذلك؟ لم يتغير الوضع، حظر التجوال ما زال موجودا في الطارمية، الخروج من المدينة يعني ربما شبه مستحيل إلا للحالات الاستثنائية. أعتقد أن مصطفى الكاظمي ربما يدرك، وهو الذي كان يترأس جهاز المخابرات العراقية، أن هناك إرادة ربما ليست إرادة عراقية وإرادة حتى أقوى من إرادة الحكومة وأقوى من إرادة الأجهزة الأمنية الموجودة في العراق. هذه الإرادة بالتأكيد موجودة لدى إيران، هذه الميليشيات اليوم التي تعرف بالميليشيات الولائية والتي تدين بالولاء لطهران وبشكل واضح وصريح وعلني تؤكد من جديد أنها ميليشيات خارج نطاق الدولة وأنها ميليشيات لديها القدرة والسطوة والقوة بما يفوق قدرات وإمكانيات الحكومة العراقية أو الدولة العراقية. هي تتحكم اليوم بالقرار السياسي، تتحكم بالقرار الاقتصادي، تتحكم بالكثير من مفاصل الدولة العراقية. أعتقد أن هناك رغبة لدى هذه الميليشيات ومن خلفها إيران لمحاولة تأجيج الوضع الطائفي مرة أخرى في العراق، خاصة بعدما شاهدوا ما جرى في تظاهرات أكتوبر وكيف أن الشعب العراقي بأكمله بأجمعه بات ضد هذه الميليشيات وبات ضد
ما تقوم به من أفعال. الجميع بات مدركا أن هذه الميليشيات ليست ميليشيات كما تدعي أنها تحارب الإرهاب، بقدر ما هي ميليشيات تسعى لمحاولة تمرير بعض الأجندات الخارجية وتحديدا الأجندات الإيرانية. هذه الميليشيات باتت اليوم عدو لكافة الشعب العراقي. لم يعني ربما كنا سابقا نتحدث أن هذه الميليشيات ربما يعني تعامل المناطق التي بين قوسين السنية بقسوة، واكتشفنا أن هذه الميليشيات لا تفرق بين عراقي وآخر إلا بمقدار خوفها من هذا العراقي على مشروعها الطائفي والمشروع الذي جاءت به من خارج الحدود. أعتقد أن الذي جرى في الطارمية يؤكد مرة أخرى أن الحكومة العراقية ما زالت رغم كل ما قيل وكل ما يعني يشاع حولها ما زالت مستلبة الإرادة، لا تقوى على فعل شيء، لا تستطيع إلى الآن أن تواجه قدرة وسطوة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات ستسعى مرة أخرى إلى محاولة إيجاد ذريعة ومبرر من أجل أن تدخل وأن تحاول أن تثير اللعنة الطائفية التي حلت في العراق بسببها منذ عام 2003 وحتى اليوم من خلال محاولة يعني تهجير أهالي منطقة الطارمية وربما تهجير أهالي مناطق أخرى في حزام بغداد، محاولة تأجيج العنف الطائفي مرة أخرى، محاولة تأجيج عمليات الاغتيال يعني والخطف كما شاهدنا. تم اغتيال الدكتور هشام الهاشمي قبل ما يقارب 3 أسابيع. قبل أيام تم اختطاف الألمانية هيلا ميس ويعني الغريب أنها يتم الإفراج عنها بعملية تحرير، لا نعرف ما هي تفاصيل هذه عملية التحرير، من قام بالاختطاف، كيف تمت عملية التحرير، أين يعني جرت عملية التحرير كما يعني أبعتها وزارة الداخلية في بيان لها مكتظب اليوم. بالتالي أعتقد أن هذه الميليشيات تحاول مرة أخرى أن تجر العراق إلى هاوية العنف الطائفي الذي يعني ربما هو المجال الأرحب والمجال الأفضل بالنسبة لها لتكون موجودة ومتواجدة. والتصدي لمحاولات. أشكرك أستاذ رياضة، تسمحني أشكرك، شكرا جزيلا أشكرك. الدكتور عبد الحميد العاني الكاظمي في زيارته إلى الطارمية تعهد كثيرا بعدم العودة إلى المربع الطائفي، بعدم العودة إلى النهج الطائفي. الطائفية تحدث أنها يعني قبرت وتم الانتهاء منها. هل الرجل إذا كان نحسن الظن لديه الرغبة في عدم العودة إلى النهج الطائفي يملك أدوات التصدي لمن يسعى للطائفية؟ هل فعلا الطائفية يعني العراق غادر الطائفية أصلا، هذا النهج الطائفي غودر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل عضو من أعضاء هذه الحكومة وهذه العملية السياسية لا يمكنه أن يغادر هذه الطائفية، لأنه جزء أساسي منها، ومن أهم أهداف التي يحرص عليها هي المحافظة على هذه الطائفية، وشاء أو أبى لا بد أن يسير في هذا المسار. هذه العملية السياسية بنيت على المحاصصة، والمحاصصة بالمناسبة حينما فرضها الاحتلال الأمريكي كان من وراء هذه المحاصصة أمرين رئيسيين. الأمر الأول اللي هي قضية المحاصصة قائمة على الإثنية وتنازع الطائفية والقومية وغير ذلك، والأمر الآخر الذي زرعت عليه التي هي المكاسب التي تجنى من وراء هذه المناصب وتوزيعها. لذا لا هذه الحكومة ولا التي قبلها وجدنا بينها اختلافا، الحكومة الحالية هي نسخة مما مضى. الاختلاف بين كل حكومة من حكومات الاحتلال، الفرق بين هذه الحكومة وأخرى هو فقط في التصريحات الإعلامية، في نوع التصريح الإعلامي. وبات العراقيون اليوم باتوا على قناعة كبيرة بأنه هذه التصريحات الإعلامية لا يبنى عليها موقف. الشعب العراقي اليوم واعي جدا. هل هذا ضعف من الحكومة أم مسايرة وتماهي مع المشروع الطائفي؟ أنت تعلم دكتور والكل يعلم أن الميليشيات الآن هي صاحبة السطوة في العراق، حتى هذا الرئيس الحكومة الكاظمي يبدو يعني كمن يتشفى الشر منهم. هو أولا يعني كما قلت قبل قليل، الشعب العراقي بات واعيا بأنه لا يبنى شيء على التصريح الإعلامي. فإن صرح هذا الشخص، أنا الحقيقة لا أريد أن أتكلم عن كاظمي أو عن عبادي أو غيره، لأننا كما ذكرنا ذلك في حلقات هذه الطاولة أكثر من مرة، هذه هي منظومة واحدة. تغير الأشخاص، انتقال الشخص من كرسي إلى آخر،
أو تبديل القناع لا يعني, لا يعني تغيير العملية السياسية وقواعدها. نعم. المتغير الوحيد هو ربما نبرة الصوت وإدخال جمل في التصريحات الإعلامية، والتصريح الإعلامي لا يبنى عليه موقف نقطة راس سطر. أما الآن حتى نرجع إلى قضية يتشفى الشار، ماذا حصل على أرض الواقع؟ الاستعراضات بالتصريح الإعلامي أو الاستعراض حتى باعتقال 5-6 هنا ثم إطلاق سراح، هذه أيضا ليس صراعا حقيقيا بين هؤلاء الشركاء، هم شركاء يتشاكسون في مقدار معين، في حيز مساحة معينة محددة أو تركت لهم إدارة الاحتلال الأمريكي في أصل المشروع حرية المناكفة والمشاكسة في هذه المساحات على مناصبهم ومكاسبهم. نحن نتحدث عن شعب، عن بلد، عن بناء مشروع وإدارة دولة. ماذا ينعكس على إدارة الدولة؟ ماذا سيجني الشعب العراقي وماذا جنى طيلة السنوات الماضية؟ نعم. ارتفع الخطاب، ارتفعت التصريحات الإعلامية أو انخفضت، صار عندنا ما أعلن في الإعلان أو كذا في الإعلام وغيره أن هنالك شد وجذب بين هذه المؤسسات وهذا الحشد وهذه الميليشيات، ماذا انعكس على الشعب العراقي؟ لا تزال المعتقلات مليئة بالأبرياء. نعم. لا يزال المواطن البسيط الذي ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بغيرها محروم من كل خدماته. واليوم المواطن العراقي يسمعني ربما وهو يعرف ويعاني الكهرباء والحر والخطف على قدم وساق للعراقيين والأجانب. إذن لا أمن، لا خدمات، لا سياسة، لا كل شيء. إذن ماذا ينعكس على المواطن؟ لا شيء من ذلك كله. فإذن المجني عليه أولا وأخيرا الشعب العراقي، وهؤلاء فيما بينهم يتشاكسون لأجل مكاسب خاصة بهم. نعم. دكتور رافع الفلاحي، هل من مصلحة السلطة أن تفجر أزمة في حزام بغداد، أن تعيد هذا الملف الساخن إلى الواجهة مرة ثانية بهذه الفجاجة؟ الآن السلطة وقواها تحت ضغط، محاصرة بالتظاهرات، النقمة الشعبية، الانحطاط العام في كل شيء، أزمة اقتصادية، أزمة كورونا. ليس من مصلحتها تفجير هذا الملف، إعادة حزام بغداد عبر الاستهداف الأمني والطائفي، من مصلحتها أن يكون هناك هدوء؟ هناك مصلحة عليا ومصالح أخرى أدنى. نعم. المصلحة العليا أن تحافظ على العملية السياسية، وإذا ما حافظت على العملية السياسية ستفعل كل هذا الذي نتحدث عنه، ستغض البصر عن كل هذا وتخلق مشاكل ولا يهم هذا الموضوع. الأزمات تحافظ على العملية السياسية؟ نعم، هي بنيت على أساس الأزمات وبنيت على أساس الفوضى. بالتالي أنت لديك قوانين ولديك إجراءات كلها تدعم بقاء هذا التشتت وبقاء هذه الفوضى الطائفية. لذلك يعني حتى في حديث الدكتور عبد الحميد أريد أن أضرب مثالا بسيطا يعني حول هذه القضية. عندما أتحدث عنه ربما حتى الأستاذ أياد، عندما تضرب صواريخ من الكرادة ميليشيات وهي معروفة، وعندما يمسك 14 ميليشياوي وكل القضايا التي جرت من عام 2003 لحد الآن، لم نسمع في يوم من الأيام مسك ميليشياوي وقالوا عنه إرهابيا. كلمة الإرهاب أوصلوا للناس، جعلوا الناس يقولون كلمة أربعة إرهاب تتحول إلى أربعة سنة. نعم. وهذا يعني هذا واضح، هذا الفكر اللي وني يعني هذا مو خطأ المواطن، مو خطأ السني، مو خطأ الشيعي، أنا أتكلم عن مواطن. يعني مو خطأ المواطن الشيعي الآن عندما يثور ويقول إن هناك تفرقة طائفية فعلا ونحن خارج الطائفية لا نقبلها، هناك تفرقة وهناك عذاب للسنة وهناك أذية لإخواننا. وعندما يتحدث السني عن معاناته هذا ليس طائفيا، يعني عندما يتحدث السني الآن ويدافع عن نفسه ليس من باب الطائفية لكن من باب واقع الحال الذي جرى عليه. عندما يخرجون أربعة بالطارمية شباب صغار يمسكون ويقولون إرهابيين، وتمسك 14 واحد، وبيان الحكومة يقول معهم المبرزات الجرمية مجرمين فقط ويطلق سراحهم، لكن الأربعة اللي تكمشهم أنت بالطارمية تحيلهم أربعة إرهاب وتدفعهم إلى مديرية الإرهاب وما أعرف وين توديهم للإعدام. هاي القضية تخلق حالة من 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 تفرقة طائفية، من وضع طائفي شائك جدا لا تهتم له
هذه الحكومات اللي تتحدث عنها أزمات وتخاف من عندها، لا، هي عندها سقف معين يجب أن تحافظ عليه، وهذا السقف المعين فيه أهداف معينة أن تبقى العملية السياسية على سكتها، وهذا قاطرة العملية السياسية على السكة، وأن تبقى هذه القاطرة على السكة يجب أن تفعل ذلك، يجب أن تفرق، يجب أن تشيع الطائفية، يجب أن لكن تصريحات يخرج يعني رئيس الوزراء تكلم هنا وأنتم أهلي وماذا بعد؟ نعم وماذا فعلت؟ يعني ما هي الشيء بالشيء يذكر، والناس تنظر للعملية. أنت تغيب 600-700 واحد من أهل القرمة وتتحدث أنت عن المساواة، تروح تتحدث ويا أهل القرمة عن المساواة، كيف المساواة هذه؟ والناس ملكومة مكلومة، والناس تعاني، وزوجها وأخوها وأبوها لا تعرف مصيرهم، وأنت تتحدث لهم عن أنه سياسة جديدة وسياسة. طيب وين أهلنا؟ ماكو. طيب هذا الحزام بغداد أنت ما رجعت لي جرف الصخر حتى يجون الناس وتتحدث لي أنه أنا سأؤمن وما أريد نعود للطائفية. لا، أنت عايد للطائفية، أنت إذا تريد تلغي الطائفة تلغي العملية السياسية كلها، لأنه قائمة على الطائفية، والأحزاب الطائفية هي من قالت هذا، قالت جئنا برئيس الوزراء هذا باتفاقنا. طلال الزوبعي يقول 80% من المعتقلين في بغداد هم من حزام بغداد من المناطق الغربية والشمالية، وهناك معتقلون من أيام مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد. يعني هل 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 يريدون أن يبرروا 10 ملايين عراقي خارج العراق من أفضل الكفاءات العراقية؟ هؤلاء كلهم من يعني من أي مكون؟ ما هو هذه القضية؟ أنت تريد تبرر لي نظام سابق ونظام سابق وراحت، هذه انتهت القضية. الآن أبناء وطن، أكو قوانين تمنعهم، أكو عملية سياسية تدمر البلد، فبالتالي هاي العملية السياسية من صالحها أن تجرف الناس من من حزام بغداد، وستمتد إلى مناطق أخرى. اليوم بالطارمية، بكرة حصير بمغرب أقوى، ستذهب إلى باتجاه مثل ما كانت في اليوسفية واللطيفية وجرف الصخر والمدائن، وستذهب هكذا. وبالعظيم أنت أكثر من منطقة، نعم، نفس الصورة، نفس التصرف، نفس السياسات، وتتهم الناس بالإرهاب وتتهمهم وتقوم بأعمال كثيرة ويعني تلصقها بهم، وبالتالي الناس مع مرور الوقت إما أن يبقى ليموت أو يغادر المنطقة. نعم. ومن يغادرها؟ هذه الدعوة تنفذ، هذه تجري في المنطقة من الناس وتعميم جرف الصخر. مشاهدينا الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ونشاهد فيه صور من تعرض حزام بغداد لحملات عسكرية أمنية، استهداف اقتصادي، تجريف البساتين. هذه صور مما تعرضت له مناطق حزام بغداد في السنين الماضية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في الحلقة من طاولة حوار التي تبحث فيها الاستهداف المستمر أمنيا وطائفيا لمناطق حزام بغداد. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والأستاذ إياد الدليمي. أستاذ إياد، هناك عملية استقتال واستذباح من الميليشيات والأحزاب الطائفية على إجراء تغيير ديموغرافي، طبعا أشار له الدكتور رافع يعني في بداية الحلقة، والقضية لا زالت مستمرة من 2003 إلى اليوم،
وهذا طبعا يعني ما يضع علامة استفهام أو إشارة أو يؤكد أن القضية قضية حزام بغداد أبعد من كونها مشكلة أمنية تستدعي المعالجة الأمنية. يعني كيف يصدق الرأي العام أنه هذه مشكلة أمنية فقط لابد من معالجتها وهناك عملية ترحيل قسري وتهجير أو خلق بيئة تضطر السكان لترك مناطقهم؟ فعلا الصورة هكذا أم إحنا دا نتحامل؟ لا، هو بالتأكيد هو ليس في الأمر تحامل. يعني نحن نتحدث الآن بعد 17 عاما من احتلال العراق وبداية هذا المشروع الطائفي المقيت الذي قادته أحزاب وقوى سياسية لديها أذرع وميليشيات مسلحة برعاية إيرانية كاملة، وفي مرحلة معينة ربما كان حتى برعاية أمريكية. يعني نحن لا نتحامل، وإنما نحن نحاول أن نشخص ما يجري على أرض الواقع. هذه القوى والأحزاب السياسية لديها أذرع وميليشيات مسلحة، وهناك محاولات لإعادة الملف الطائفي مرة أخرى. هناك اليوم حالة ربما لم تعهدها مثل هذه القوى والميليشيات سابقا، هذه الحالة التي تمخضت عنها ثورة أكتوبر. تدرك هذه القوى والميليشيات أن العملية السياسية باتت على المحك، لهذا حتى فرض مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مرحلة لاحقة بعد أن كان مرفوضا في مرحلة أولى هو جزء من محاولة ديمومة هذه العملية السياسية، كما تفضل بذلك الدكتور رافع الفلاحي. أعتقد أن ديمومة العملية السياسية تحتاج تغيير الوجوه، وأيضا تحتاج افتعال أزمات. اليوم ليس هناك داعش التي كان الحشد الشعبي والميليشيات المنضوية تحت هذا الحشد تحاربه، بالتالي لابد من خلق عدو، وعملية خلق عدو تحتاج إلى افتعال أزمات، تحتاج إلى افتعال حوادث أمنية، وشاهدنا خلال الفترة الماضية بعض الحوادث الأمنية التي جرت ربما ليس في حزام بغداد وحسب، إنما حتى في ديالة وفي صلاح الدين. أعتقد أن هذه القوى والميليشيات المسلحة تحاول مرة أخرى إعادة العراق إلى المربع خليني أسألك لا نقول خليني أستاذ إياد خليني أسألك في هذه النقطة. إذا كان مفهوما يعني محاولة أو عمل الأحزاب الطائفية وقواها في بداية الاحتلال وكانت ضعيفة، كانت هناك مقاومة وكانت هذه القوى في مرحلة من الضعف وتحتاج إلى التجيش والتجيش والتحشيد الطائفي في إطار أنت تعرف الخطاب كيف كان في بداية الاحتلال ليقف معها يعني قواعدهم الاجتماعية. الآن العراق في قبضة هذه القوى، في قبضة الميليشيات، هل تحتاج مرة ثانية لإعادة الطائفية؟ هل هي الآن ضعيفة؟ الآن حتى هذا الخطاب، خطاب التحشيد الطائفي، إعادة الطائفية، لم يعد مجدياً بعد ثورة تشرين وما تبينه. وأنت أشرت الآن إلى أن هؤلاء ليسوا حماة الشيعة، ليسوا حماة الشيعة بعد مقتل 1000 من المتظاهرين وثلاثين ألف جريح والاختطاف والاعتقال قائم على قدم وساق. الآن ما حاجة لإعادة الطائفية؟ يعني قوة هذه القوى السياسية والأحزاب والميليشيات التي تشكلت أو جاءت بعد 2003 كانت تستمد قوتها ليس من قوة ما لديها من سلاح ومن تأثير، سواء تأثير سياسي أو اقتصادي على العملية السياسية، بقدر ما كانت تستمد هذه يعني قوتها من الشارع الذي كان مؤيدا لها. نعم. هذه القوى اليوم رغم أنها تمتلك كامل الدولة العراقية بكل مفاصلها، نعم، إلا أنها فقدت أهم داعم لها وهو الشارع الذي كان مساندا لها. لذلك قلت هي تحتاج إلى افتعال أزمة، هي تحتاج إلى عدو، هي تحتاج إلى محاولة يعني تجيش الشارع مرة أخرى. هي تدرك أنها اليوم باتت ربما في أضعف مراحلها. اليوم هناك يعني وعي تشكل بفعل ثورة تشرين، هذا الوعي لم يعد ينظر إلى هذه القوى والميليشيات المسلحة على أنها ميليشيات حامية للمكون أو حامية للعراق كما تحاول أن تسوق هي ذلك، ولكنه صار ينظر إليها على أنها ميليشيات تتبع لأجندة وأجندة خارجية وتحديدا أجندة إيرانية. بالتالي هذه القوى اليوم حتى لو بل هذا الشارع هاجمها، هذا الشارع هاجم مقراتها، هاجم رموزها، هاجم رموز إيران من الخميني وخامنئي، بل وقتل من عناصر الميليشيات المتظاهرين في جنوب العراق. بالتأكيد حتى عملية كما قلت حتى عملية تمرير مصطفى الكاظمي في مرحلة لاحقة هي عملية لمحاولة استعادة
ربما زمام السيطرة على الواقع وعلى الواقع السياسي تحديدا. نعم. الحكومة العراقية بالتأكيد هي أضعف بكثير من أن تذهب إلى مواجهة مع هذه القوى والميليشيات، هذا إذا افترضنا أن هذه الحكومة نعم. لديها الرغبة ولديها النية حتى للذهاب نعم. إلى مثل هذه المواجهة. لذلك هذه القوى اليوم الميليشيات الولائية نعم. تحديدا، هذه الميليشيات باتت اليوم في موقف دفاع عن النفس نعم. لم تعد في موقف هجومي، لذلك هي تحاول أن تفتح الأزمة، هي تحاول أن تجر العراق إلى مربع الطاقية المسلحة نعم. هناك عنف وعنف مضاد، هناك اليوم عمليات استهداف لما يقال أنها أرتال يعني تذهب بمعونات ومواد إلى القواعد الأمريكية، محاولة اختلاق وافتعال أزمة أمنية ربما كبيرة، لأنها تدرك جيدا أن السلاح الذي بيديها لم يعد سلاحا مقنعا للجماهير على أنه طبعاً. سلاح للدفاع، وإنما تحول إلى سلاح للقتل، قتل كل رافض للعملية السياسية طبعاً. قتل كل رافض للأجندات الإيرانية التي تتبع إليها أشكرا. مثل هذه الميليشيات. نحن اليوم أمام مواجهة لم تعد لا نحتاج إلى أن ننتظر هذه المواجهة طويلا، هذه المواجهة يجب أن تكون ما بين الدولة العراقية وبين هذه الميليشيات. نعم، ربما لا تستطيع هذه الدولة الآن سواء كانت راغبة أو غير راغبة الخوض في مواجهة مع هذه الميليشيات. أشكرك، واضح عليها أن تخوض مثل هذه المواجهة. أشكرك. يجب عليها أن تدرك أن بقاء واستمرار العملية السياسية يقتضي نعم. أولا القضاء على الكثير من هذا السلاح المنفرد بيد الميليشيات. وبالمناسبة هذا الأمر تدركه الكثير من القوى السياسية الحاكمة اليوم. ما يسمعني أستاذ إياد؟ يسمعني؟ اكو مشكلة بالصوت. اشكرك استاذ اياد، واضح واضح جدا. دكتور عبد الحميد، الان هذه الميليشيات تريد ارجاع العراق الى الـ الى الـ الى الوضع الطائفي، الى الحالة الطائفية، ومنها طبعا حزام يعني بغداد، لإعادة تسويق نفسها مرة ثانية حامية لما للمجتمع الذي تقول انه يعني تمثله اتت من بين ثناياه. إعادة الطائفية الآن لها سوق الآن مصغية في هذا الوسط الذي تريد إعادة تسويق نفسها أنها حامي الآن، هل هناك من يصدق؟ طبعا بس تعليقا على سؤالك، إرجاع العراق إلى الطائفية وكأنه ربما يفهم أننا في مرحلة ما قد تجاوزنا الطائفية. منذ 2003 إلى الآن هؤلاء يدورون في الدائرة الطائفية، هؤلاء لا يستطيعون أن يغادروا الدائرة الطائفية. دكتور المقصود عملية التأجيج والشحن الطائفي المجتمعي. واضح. تعرف كانت هناك الحقيقة يعني استجابة إلى حد ما. واضح. الآن هذا المقصود مفهوم، لكن أنا حتى أيضا نعم. في نفس نعم. الوقت المشاهد الكريم يفهم أنه نحن منذ 2003 إلى الآن لم نغادر الطائفية. نعم مررنا بمراحل طائفية سياسية، لو كلها لا الطائفة السياسية بالتأكيد طائفية سياسية. حاولوا أن ينقلوها اجتماعية مجتمعية لكنهم فشلوا، وإن كان في مرحلة من المراحل نعم. نجحوا في جزئية لكنها لم تنتقل. ود خير دليل نعم. في قمة ما يسمى في وقتها في الطائفية كان هنالك تعايش بين أبناء المجتمع العراقي، وتعايش كبير جدا، واليوم ثورة تشرين خير دليل على هذا الأمر. نحن نتحدث إذن عن أن هذه الطائفية السياسية هي ترفع ربما من صوتها في حين ويخفض في حين آخر. هؤلاء لا يستطيعون، لا يغادرون لا المنهج الطائفي ولا الخطاب الطائفي، لكن هم يعتقدون أنه بافتعالهم مثل ما أشار الأستاذ إياد، بافتعالهم لمثل هذه الأزمات يوجدون نوعا من الذرائع أو يعتقدون أنها توجد ذريعة لاستمراريتهم، أو يعتقدون أنها ربما يستعيدون بها حاضنتهم. لكن حقيقة الأمر بات كل هذا الأمر مفضوحا أمام الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي خاصة الذي كانوا يراهنون على أنه يخدع بهذا الخطاب الطائفي وهذا الأسلوب الطائفي قد بات أو انتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الواقع. يعني اكتوى هذا الشارع العراقي، اكتوى الشعب العراقي بجملته بنار هؤلاء الذين يرفعون الشعار الطائفي. ونحن تحديدا نتكلم عن حزام بغداد الآن حتى نعم. ربما لا نبتعد عن موضوع الحلقة. حزام بغداد هؤلاء الذين يتعرضون لهدف أو لاستهداف هذه الميليشيات بحجة الإرهاب التي تتحدث عنها أنهم يفتعلون أحداث أمنية وغيرها لذريعة مثل هذه القيام التي ذكر لها الدكتور
رافع اللي هي أنه تهجيرها وتغيير التركيبة السكانية في هذه المناطق. هؤلاء هذه الميليشيات هي الإرهاب بحد ذاتها بعينها، لأنه ما هو من هو الإرهاب؟ يعني إذا أردنا الآن ولو كان ربما من هو الإرهاب؟ الإرهاب هل هو الذي يطالب بحاجاته اليومية أو يتذمر من مشاكل أو من سرقة حقوقه، أم الذي يهدد مجموعة أو مكانا كبيرا وشريعة كبيرة بأسلوب طائفي ويكون سياسي ويكون قائد ميليشيا ومنصب رسمي له في الدولة يهدد طائفيا وينفذ طائفيا؟ حاكم الزاملي لا نعم هذا صحيح لما تقول الزاملي كأن الآخرين أبرياء. قصدي كان هذا هم بالعشرات الزاملي والقيس الخزعلي يعني الآن لا يمكن استثناء أحد. ثانيا أيضا لا ننسى شيء وهو قضية مهمة يجب أنه يعيها الكل، وهو أنه هذه الجرائم أو هذه الانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات هم يصورونها وهم ينشرونها. إذن من الإرهاب ومن الذي جنى على الشعب العراقي؟ نرجع إلى أساس سؤالنا باختصار أنه هؤلاء يظنون أنه بمثل هذه الشعارات قد يستعدون، لكنهم أولا الطائفية عندهم غاية ووسيلة لا يستطيعون أن يغادرها، كذبوا واقتنعوا بهذه الكذبة ويظنون أنها هي الحامية لهم، لكن الطائفية ستكون هي المسمار الأخير في نعوشهم إن شاء الله تعالى. دكتور رافع، يعني أليس من الإجحاف القول أن هذه الميليشيات تتحين الفرص لتعميم نموذج جرف الصخر؟ جرف الصخر هي مدينة اللي هجر أهلها وتحولت إلى ثكنة للميليشيات، وأيضا هناك من يقول هناك مصانع لصواريخ باليستية للحرس الثوري الإيراني في العراق. أنه هذه الميليشيات لو كانت الآن الظروف مؤاتية لجعلت كل حزام بغداد، كل أقضية حزام بغداد جرف الصخر، هذا فيه يعني ظلم أو إجحاف أو عدم إنصاف؟ أبدا ليس فيه لا ظلم ولا إجحاف، هذا واقع الحال. أنت تتصف يعني تصف الواقع بشكل دقيق بدليل. سأتكلم يعني ربما بمثال بسيط. خلال الفترة الماضية كان يجري الحديث، تعالى الحديث، والحديث من عام 2003 لحد الآن نفس الحديث يتكرر، وكل الحكومات تأتي تتحدث من نفس الحديث، نزع السلاح. نعم، نزع السلاح من الميليشيات والعصابات وكذا. في الفترة الأخيرة تعالى هذا الصوت، والكاظمي يعني قدم وعود بنزع هذا السلاح أكثر من مرة مقابل نزع هذا السلاح، وهي وعود قديمة ترجع إلى أحد العبادي ثم عبد المهدي ثم إلى نعم الكاظم. نعم، ما هو المعادل لأمام عبارة نزع السلاح؟ نزع السكان، تحدثوا بنزع السكان، مناطق منزوعة السكان. لأول مرة أسمع أنا تعبير بهذا الشكل، بهذه القسوة، في بلد واحد يتحدثون عن وطنية ويتحدثون عن شعب واحد ونظام جديد وعراق جديد. هناك من يتحدث من الأحزاب ومن الميليشيات علنا نزع السكان. لماذا؟ يعني أنت تطالبه بنزع السلاح لكي لا يعمم القتل والذبح والاختطاف وكل هذا الذي يجري، كل هذا الذي جرى من فظاعات، هو يتحدث لك عن نزع السكان. لذلك نعود مرة أخرى ربما الحديث عن ثورة تشرين وعلاقتها بهذا حزام بغداد وعلاقتها بالطائفية، لأنه جزء من الطائفية. ما يواجه حزام بغداد هو جزء من مخطط الطائفية، يعني تطبيقات عملية للنظريات الطائفية. هذه واقع الحال. أعود مرة أخرى للحديث ثورة تشرين، لماذا طالبت بإسقاط العملية السياسية؟ لماذا الحالة الصفرية؟ يعني ألا يمكن البعض يتساءل، ألا يمكن على هذه المجاميع أن تبني شيئا أو خلال 17 سنة أن تجد شيئا جيدا وتبني عليه للاستمرار؟ واقع الحال شيء جيد قصدك من العملية السياسية؟ نعم، ونكمل عليه. واقع الحال أنه المتظاهرين الذين خرجوا طالبوا بإسقاط العملية السياسية والنظام السياسي كله. إذن العودة إلى الحالة الصفرية، لا جدوى من كل ذلك، لا جدوى. فأنت تتحدث عن دولة تقف ضد الميليشيات، لا وجود لدولة، نحن في زمن لا دولة. لذلك هاي المعادلة الصفرية حقيقية وحقيقة واقعة. الآن البعض ربما يلومنا يقول أنتوا يعني بعد 17 سنة تحدثون تريدون ترجعون العراق مثل ما يتحدث إلى المربع الأول. هو لم يغادر المربع الأول، هو في نفس المصيبة ولم يغادره. هذه كذبة. حديث عن أن العراق غادر المربع الأول، أي مربع هذا؟ وما هي مواصفات هذا المربع اللي غادر العراق؟ يعني الطائفية ما زالت قائمة،
القتل ما زال قائم، الاعتقال ما زال قائم، أربع أرهاب ما زالت قائمة وتصاعدت. وفعلا وأنت عندك مهجرين داخل العراق وخارج العراق وسجون مملوءة، والقضية والفكر الطائفي هو هو، والميليشيات علنا تقف وتهدد برموزها ولا يعني تهتم لأي شيء. إذا أنت في المربع نفسه الأول أنت تحتاج إلى معادلة صفرية فعلا في العراق كي تمحي كل شيء وتبني شيء آخر، واللي راح تبني راح تبني الدولة التي تقف ضد كل هذا الخراب. لذلك التظاهرات هذه كنا أيدناها ورأينا فيها وإلا جرف الصخر سينفذ على كل مناطق بغداد وليس على حزام بغداد. جرف الصخر هذا نموذج يسقط على كل المناطق. لذلك أنا أقول الآن بالطارمية، والطارمية طار من 2003 لحد الآن هذه العمليات جارية لكي يكون النموذج مثل جرف الصخر، وسيمتد إلى أبو غريب وسيمتد إلى كل المناطق، وبالتالي المناطق منزوعة السكان مثل ما سموها، وهذا يمتد وصولا إلى مدن أخرى اللي دمرت وتدمر مرة أخرى، وحتى المدن الجنوبية التي فيها الناس الآن وعت وهي تقف ضد الميليشيات لا يهمهم. هؤلاء جزء من المحرقة، يجب أن يدخلوا هذا المحرقة كما جرى في مجزرة الزرقاء في النجف عام 2006 وكثير، وما جرى في مجزرة التظاهرات أيضا عندما تقتل 1000 واحد وتجرح 30,000 واحد، هذه مجزرة، هذه الحقيقة. أشكرك. مجازر كثيرة، هذا واقع الحال. أستاذ إياد الدليمي، هذا التعامل الأمني الطائفي أن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الميليشيات بهذه العقلية الطائفية الثأرية الانتقامية ذات الروابط بالخارج إيران كما هو جار في جرف الصخر وغير جرف الصخر، أين يمكن تقود البلد إذا لم توقف، إذا لم تلجم؟ يعني أعتقد أن إذا لم يعني يتم التعامل بجدية مع مثل هذه الميليشيات فأعتقد أننا يعني ربما ذاهبون للمجهول. اليوم على الحكومة إن كانت جادة فعلا أن تعي جيدا أن ربما هذه الحكومة بغض النظر عن أفعال الميليشيات ربما هي، أنا تقديري أنا أسميها دائما حكومة الفرصة الأخيرة، إذا لم تستطع هذه الحكومة أن تقدم شيئا للمواطن العراقي على كافة المستويات سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية على الأقل يشعر بتحسن ربما بفارق ولو ضئيل، فأعتقد أن العملية السياسية ذاهبة إلى اللا عودة، طريق اللا عودة. بالتالي إذا لم تتمكن هذه الحكومة من إلجام هذه الميليشيات وإلجام الإعلام والأذرع الإعلامية الخاضعة لها هذه الميليشيات، فأعتقد أننا أمام مفترق طرق ربما فعلا يقودنا إلى أن نذهب إلى باتجاه المعادلة الصفرية، أن يهدم كل شيء ويعاد بناء ما يتم هدمه. العملية السياسية اليوم تعاني من أزمات ربما يعني لا يمكن تصورها ولا يمكن حتى أن يعني نتخيلها. اليوم العراق يبتز الكويت محاولا ان يعني يحصل على معونات ماليه من اجل سداد رواتب موظفيه. اليوم العراق يعني يستجدي السعوديه، يستجدي دول الخليج، يستجدي من هنا وهناك من اجل ان يسدد رواتب موظفيه. العمليه السياسيه انهكت العراق، العمليه السياسيه باتت ربما في انفاسها الاخيره. اذا لم تسعى هذه الحكومه الى يعني تدارك ما يمكن تداركه، اشكرك استاذ اياد، اشكرك. وايضا مشكله بالصوت. دكتور عبد الحميد العاني يتحدث استاذ اياد عن قضيه انه هذه حكومه الفرصه الاخيره، اذا لم تتدارك الوضع فيعني البلد والكل ذاهب الى المجهول. ثمت مؤشرات على انها الحكومه قد تقدم شيئا مختلفا ولو بالحدود الدنيا. اولا هي فرصه اخيره للعمليه السياسيه ليس للعراق. نعم. يعني لا تريد ولا تستطيع ان تقدم شيء للشعب العراقي، هي هدفها الأساسي المحافظة على العملية السياسية. وإذا أو لا إذا، نحن قلنا في سابق كلامنا ونكرره أنه لا هذه الحكومة ولا من سبقها تريد أي إصلاح للشعب العراقي ولا تريد أن تتجاوز هذه الأزمات، بل هي تعيش على هذه الأزمات وتفتعلها ظنا منها أنها هي الحامية لها، لأنه المظلة الأساسية لهم لفسادهم
هو هذه العملية السياسية. الحل في العراق هو أنه مثل ما أشار الدكتور قبل قليل، ربما قال نزع السلاح، هنالك نزع السكان، نحن نريد الحل في العراق هو نزع العملية السياسية، لأنه بنزع العملية السياسية سننزع المظلة للفاسدين، سننزع المظلة عن المجرمين. طيب شلون نكمل حياتنا وإحنا منزوعي العملية السياسية؟ هو لابد البديل هو ما ذكره القوى الوطنية منذ أول منذ 2003 إلى الآن. أشكرك. وما نادى به ثوار تشرين، وهو مشروع وطني حقيقي بعيد عن هذه العملية التي جلبت الويلات للشعب العراقي. أشكرك دكتور. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت وناقشت في دوافع استهداف مناطق حزام بغداد، ولم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كان في الاستوديو، وكان معنا من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي كان معنا عبر سكايب. حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.